عمالين نتكلم على ان الحكومه مش هتعمل كل حاجه. المشير السيسي شخصيا امبارح وهو بيتكلم في خطابه اللي كلنا تابعناه اكيد كان بيقول انه مش بعصا سحريه كل حاجه هتتغير، وان الناس كمان وكلنا علينا مسؤوليه تجاه هذا الوطن. الحقيقه الشباب كانوا اكتر الناس اللي عارفين ده، وعارفين ده من زمان، ويمكن من اول ما بدات الثوره. كتير جدا من الحركات وكتير جدا من التجمعات اللي كانت بتحاول على مستوى اهلي وعلى مستوى خيري واجتماعي ان هي تطور في مصر وتحاول تساعد الحكومه في وقت صعب جدا اقتصاديا واجتماعيا، بداوا وحاولوا، منهم اللي كملوا ومنهم ما كملش، واللي كملوا ونجحوا، ومن ضمن اللي كملوا ونجحوا يعني كانت مؤسسه نبني فاونديشن، واللي نجحت في منطقه منشيه ناصر، بدات بعد الثوره بايام قليله جدا وقدرت ان هي تكمل لمده 3 سنين، نجحت ولها شغل موجود على الارض. الحقيقه هذه المؤسسه وبعد كل هذا النجاح واثباتها لوجودها تعرضت لموقف الحقيقه يجب ان نفهمه ويجب ان نعيه ويجب ان نسلط عليه الضوء اعلاميا، وهو طلب من محافظه القاهره باخلاء مقر كان خصص ليها في منشيه ناصر واخلاءه فورا، لحين ما بعد كده بقى هنشوف بقى هيتعرض يعني نفس المقر دوت يعرض على مناقصه او مزايده، ثم بعد ذلك لو المؤسسه قدرت انها تاخد المقر بعد كده بهذا الشكل يبقى تاخده تاني، ولو ما كانش يبقى هي بقت بره منشيه ناصر. هنعرف اكتر عن هذه المشكله المهمه جدا، واللي هي مش بس مهمه عشان خاطر مؤسسه نبني، لكن هي مثال مهم جدا لاي نشاط خيري مجتمعي شبابي تنموي ممكن يساعد في هذه البلد. برحب بالاستاذه رشا بدران المدير التنفيذي لمؤسسه نبني للتنميه الاجتماعيه والاقتصاديه. صباح الخير. صباح النور. اولا لازم نعرف الناس بمؤسسه نبني في نقاط سريعه، ايه الانجازات وايه حكايتها بالظبط؟ طيب احنا زي ما انت قلت مؤسسه ابتدينا بعد الثوره، ابتدينا الاول مع لاجل المصابين يعني من يوم 28 يناير. تمام. من يوم 28. من يوم 28 يناير، وبعدين ابتدينا في اجراءات المؤسسه واشهرت في يونيو 2011. ابتدينا مهرجان مصر الان اللي هو كان لمده 18 يوم متواصلين، وابتدينا في منشيه ناصر. ابتدينا الاول بتجهيز البيوت، جهزنا 10 بيوت في شارع العروبه، وبعدين ابتدينا دخلنا في المدارس بنشتغل مع الولاد اللي هو عندهم بيعانوا ضعف شديد في اللغه العربيه شديد جدا، عندنا فصول محو اميه، ابتدينا السنه دي كمان فصول تقويه. ده غير المشاريع الصغيره اللي احنا بنعملها لاهالي المنطقه، ده غير ان احنا لسه داخلين في ورشه عشان بنحاول نساعد واحد من اهالي المنطقه انه يكبر الورشه بتاعته. ومن الناحيه الطبيه احنا لغايه دلوقتي اللي عملناه ان احنا بنشتغل على قوافل طبيه لأهالي المنطقة، ده طبعا غير الحاجات الإغاثية زي شنط رمضان، معرض الهدوم، بس احنا تركيزنا الأساسي على الناحية التنموية بالذات تنمية البني آدمين هناك والأطفال بشكل خاص. بدأت المؤسسة ديت زي ما أنت قلتي مجموعة من الشباب، مين هم الشباب دول؟ تمام. اللي ابتداها أساسا هو جواد النابلسي، وجواد واحد من مصابي الثورة كان أصيب رصاصة في عينيه يوم 28 يناير، وهو ده كان السبب في خط علاج المصابين، لانه هو طبعا بيلف على المستشفيات كان صعب يلاقي حته يتعالج فيها، ابتدى يلم اسامي المصابين اللي هو لاقيهم، اوكي؟ لغايه لما جمع معلومات كتيره ابتدى خط علاج المصابين وانضم له شباب كتير، وناس كتيره ساعدته، كان منهم يعني كان استاذ نيازي سلام كان ساعدنا، وهبه السويدي، ناس كتيره انضمت، ده غير الشباب زي محمد قناوي، رامي مندور، ناس كتيره. ليه اخترتوا منطقه منشيه ناصر بالذات؟ منشيه ناصر في وسط القاهره بالظبط. اوكي؟ يعني لو انت يعني وانت ماشي على الاوتوستراد هتلاقيها في النص. تمام؟ وهي منطقه ابتدى يخش لها شويه خدمات، فهي تقدر انت تطورها، هم شايفين من اليمين والشمال الناس عايشه ازاي. وهم من حقهم ان هم يعيشوا زي الناس بتوع مصر الجديده وزي الناس بتوع المهندسين والزمالك وكل الحتت دي. يعني هي تعتبر منطقه فقيره عشوائيه بشكل كبير في قلب العاصمه. في قلب العاصمه وفيها امكانيات تطوير كبيره، لان هي فيها ورش، فيها ناس حرفيين مهره جدا، فيها كميه اطفال كبيره جدا واذكياء قوي، محتاجين بس حد يساعدهم، فليه انا ما اشتغلش معاهم؟ هم في وسطنا. انتوا مؤسسة هادفة للربح او لكم مصادر تمويلية او تجارية او لكم اي اهداف او ارباح بتعملوها؟ بتصرفوا على نفسكم ازاي؟ مين بيصرف عليكم؟ احنا 99% منا متطوعين. 99% منكم متطوعين. الفريق المكون منه هذه المؤسسة كام واحد؟ تقريبا يعني. لا كتير. كتير. بنتكلم عن مئات.
يعني كتير يعني احنا اللي ثابتينه وبيعملوا الشغل غير الناس اللي بتجيلنا في الايفنتس وكده، هو ان احنا على الاقل 70 واحد بيشتغلوا بشكل دوري، ده غير بقى لما بيبقى في ايفنت كده بنوصل ل 150 او 200 واحد. ومصادر تمويلكم زي ما قلنا غير التطوعيا، بس انا بتكلم على يعني مثلا انتوا عندكم مقر، ده هنتكلم عليه بعد شويه، طيب. الورش دي بتحتاج حاجات، كل الايفنتس دي بتحتاج فلوس، بتجيبوا الفلوس منين؟ عندنا 3 مصادر، احنا كان معانا رخصه جمع مال اوكي السنه اللي فاتت وخلصت ولسه متجدده في اخر فبراير 24 فبراير تمام. عندنا التبرعات العادية اللي هي بإيصالات ناس بتسمع بتيجي تتبرع بشكل عادي، وفي بنقدم يعني المشاريع بتاعتنا بنقدمها لشركات، وشركات بتدينا زي منح للمشاريع دي، زي شركة إعمار بتساندنا كانت في شنط رمضان وساندتنا في أكتر من مشروع، وشركة أكزن موبيل. بلاش أسألي. فهو ده يعني دي مصادر التمويل بتاعتنا، من شركات ومن تبرعات سواء الاهالي او سواء الشركات. ده غير ان احنا بما ان احنا اغلبنا متطوعين فعندنا شغل الصبح، ف برضه بنصرف هنا على مؤسسات. طيب يبقى ده كله ده معناه ان انتوا ليكوا تواجد رسمي، انتوا ليكوا اوراق رسميه، انتوا جمعيه مشهره، مشهره برقم 3914 لسنه 2011. مقركم ده بقى ايه حكايته؟ مقركم هو في قلب منشيه ناصر. تمام. ايه حكايه المقر ده، خدتوه ازاي؟ تمام. احنا المقر دون أخذناه بقرار استضافة من محافظ الأزبك دكتور عبد القوي خليفة. قرار استضافة. استضافة. يعني إيه؟ استضافة ده يعني إنه هو يعني إن هو إن المحافظة بتستضيفكم. بتستضيفنا هناك. فخصصت لكم هذا المقر اللي هو كان أصلاً تابع هيئة البريد؟ لا. ده تابع لمحافظة القاهرة بشكل مباشر. تمام. تمام؟ وبعدين تم مدى الحياة؟ لحين انتهاء الاعمال. احنا اتجدد القرار ده تاني في عهد المحافظ السابق اللي هو الباشمهندس اسامه كمال اوكي بتاريخ حتى 12 مارس 2013. ايوه. والتاشيره اللي مكتوب عليه لحين انتهاء الاعمال. تمام. احنا الاعمال مستمره. تمام. المقر هو عباره عن اوضتين، اوضه صغيره واوضه متوسطه وحمام ومطبخ، وفي كان ساحه خلفيه كبيره ورا. تمام. الساحه دي كانت يعني انا اسفه بس هي كانت خرابه يعني اوكي. فاحنا حتى الساحه دي نظفناها بلطناها وبنيناها اوضه. تمام. وده كان عمل لنا مشكله. تمام. فاحنا جددنا عشان كده قرار الاستضافه تاني من المحافظ اسامه كمال. اوكي. وقاعه بقى اللي ورا دي هي دي اللي فيها معرض الهدوم، قافله طبيه، واهم من ده فصول التقويه، فصول اللي هي الترفيهيه بتاعه الولاد اللي هي دي قاعه اوكي. بنعلمهم، بنعلم الولاد دول مثلا بيعلموا الولاد التعليم من خلال الغنى، ده فيديو عاملاه طلاب الجامعه الامريكيه، دول متطوعين معانا من الجامعه الامريكيه بيشتغلوا مع الولاد التعليم من خلال الفن. اوكي. ده غير ان بنعلمهم اخلاق فيها، بنعلمهم حاجات فنيه يعني بنحاول نطورهم من كل المجالات. 3 سنين معناها ان انتوا ارتبطتوا ارتباط وثيق بهذه المنطقه وبقيتوا جزء من هذه المنطقه، ما بقتوش مجرد جمعيه او ضيف جاي يعمل حاجه للخير وماشي على طول. بالذات الاطفال والامهات. بالذات الاطفال والامهات. طيب صحيتوا من النوم الصبح لقيتهم بيقولوا لكم محافظه القاهره اللي خصصت لكم هذا المقر بتقول لكم لا باي باي انتوا خارج هذا المقر. هو يعني عشان ابقى محدده مش محافظه القاهره اللي خطبتنا، هو رئيس الحي منشيه ناصر، هو بقاله حوالي 6 شهور متعنت معانا جدا وبيضايق علينا جدا 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 اوكي. وكنا بالرغم ان احنا في شهر 9 احنا كنا مشتركين مع واحده من المؤسسات اللي بتعمل في منشاه ناصر، مؤسسه واحد من الناس، في برنامج تحسين جوده التعليم. تمام. وكان عندنا حفله تخرج للطلبه في شهر 9 وهو كان حاضر وشاف الاطفال وهي بتتكلم على مؤسسه نبني، وشاف الامهات وهي بتتكلم على مؤسسه نبني. المبهر انه بعديها باسبوع 10 ايام قال لنا انتوا معاكم عقد ايجار 6 شهور وانا عايز المقر، امشوا سيبوا. فقلنا له احنا معناش. وتبريره لده ايه؟ هو ساعتها قال لنا معاكم عقد ايجار، قلنا احنا معانا قرار استضافه. تمام؟ الموضوع سكت. جاء دلوقتي اللي عرفناه ان في ناس جم ابتدوا يسالوا علينا يعني تضييق. تمام؟ عرفنا ان مؤسسه البريد قدمت طلب ان هم عايزين مكان في منشيه ناصر فيه حمام. تمام؟ أم هو أشر على إن هو يديهم المقر بتاعنا بالرغم إن هم ما طلبوش المقر ده،
وهو رئيس هيئه البريد هو اللي كتب ده حتى على فيسبوك امبارح واول. والمفروض ان هو هيخطب المحافظ. تمام. وبعدين قال لنا طلب تقرير من الشؤون بتاعت منشيه ناصر عنا. تمام. فاحنا احنا مشهورين في الجيزه فبنعمل التقارير بتاعتنا عند الجيزه بشكل اساسي. أيوة. تمام. رحنا نودي لمنشيه ناصر، دخلنا للمحافظ قام قال لنا انتوا عندنا قرار اخلاء وهدم للاوضه وانتوا تمشوا وتسيبوا المكان بكره. الكلام ده لحد اللي فات. ده مين اللي قال لكم كده؟ رئيس الحي. رئيس الحي. رئيس الحي. نفس رئيس الحي اللي زي ما بتقولي حضرتك ان هو كان موجود في الاحداث في الحفله بتاعتكم وشاف وعارف يعني كان متعاون جدا في الاول. طيب ايه تفسير ده من وجهه نظر القائمين على هو ما كانش متعاون في الاول، يعني هو شاف الحفله بس هو من ساعه لما جه هو عدائي معانا. طيب. وبيدعي ان احنا ما بنشتغلش بالرغم ان هو يشوف الاهالي يروح ينزل تحت بس يتكلم مع الاهالي والاولاد اللي موجودين هيعرف منهم هو احنا بنشتغل ولا ما بنشتغلش. يعني بس هو يعني هو حتى ما سالش الاهالي ما سالش الناس هناك. تمام. لمساهمه اكتر في تغطيه الكامله لكل جوانب هذا الموضوع احنا معانا على التليفون استاذ ميشيل عبد الرؤوف وهو محرر شؤون المحافظه بجريده وزير يوسف. مظبوط. صباح الخير يا فندم. صباح النور. شؤون العاصمه. انا اسف يا فندم. صباح الخير يا استاذ ميشيل، ازي حضرتك؟ صباح النور، اهلا بحضرتك. بحاول نغطي كل جوانب موضوع وازمه مؤسسه نبني في منشيه ناصر وطلب رئيس الحي باخلاء هذا المقر ثم تخصيصه لهيئه البريد في حين ان هيئه البريد لم تطلب هذا المقر اساسا. ومن ضمن الكلام اللي كانوا بيقولوه مؤسسه نبني انه رئيس الحي وعموما يعني الراي هو انه ان المؤسسه ما بتعملش وبتشتغلش وبالتالي في ناس ثانيه اقدر بهذا المكان. ممكن تدينا فكره اعمق يا فندم من متابعتك الاعلاميه والصحفيه لهذا الموضوع؟ بداية أنا هوضح الموضوع بكل شفافية كاملة وبداية من أول ما حصل. بس احنا سريعا بالكامل. جدا بس يا فندم علشان الوقت ده أهم حاجة، أنت طبعا مدرك طبيعة. حاضر. أنا عاوز أوضح، أنا عاصرت الموضوع من بدايته منذ أن تولى الدكتور عبد القوي خليفة شؤون محافظ القاهرة وتم تعيينه في أبريل 2011 عقب أحداث يناير 2011. والامر باختصار شديد ان مؤسسه نبني تقدمت للمحافظه بمشروع كان في ظاهره انها ستقوم ممكن نقول انها هتحول منشيه ناصر الى جنه. المحافظ وقتها عبد القوي خليفه فرح جدا بالمشروع وساعدهم وقال لهم انا هديكم مكتبي في منشيه ناصر، وبالفعل اعطاهم المكتب بشكل مؤقت بحيث انهم يشتغلوا بالفعل وبعد كده لحين تدبير موقع اخر او مكتب اخر. خلال الثلاث سنوات في محاولة لسرد ما قدموه لأبناء منشية ناصر وهم عملوا إيه؟ لا تبين الأمر أنهم لم يقدموا سوى شنط رمضان ولا يزيد الأمر على ذلك. مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يعني لم يتم التشكيك إطلاقا في كونهم ينتموا لأي تيار على الإطلاق أو أي حزب. صحيح، لأن كان في كلام بيقول أن هم ان هم اخوان وحاجات كده، فعشان هم اخوان فاحنا فالناس اطلاقا لم يقدم لهم هذا الاتهام وهم بعيدين تماما عن هذه التهمه، ولكن الامر مرتبط ان هم قدموا ايه لاهالي منشيه ناصر في خلال الثلاث سنوات لم يقدموا سوى شنطه رمضان. ولا ومش اكتر من كده، الموضوع مش مرتبط بانهم هيسلموا المكتب لهيئه البريد لاستغلاله، لكن مكان ما حدش استغله فيبقى اولى انه يشتغل لحد شغال. ده الكلام او الصوره اللي موجوده عند المسؤولين يا فندم، مظبوط من متابعتك الصحفيه دي الصوره اللي منقوله عند المسؤولين. الصوره الحقيقيه بشفافيه كامله. ده 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 على مسؤوليه مين الكلام ده؟ على مسؤوليه الحقيقه والواقع على ارض منشيه ناصر. طيب احنا معانا استاذه هبه هترد على حضرتك حالا على هذه النقطه، اتفضلي يا فندم. طيب انا بس الحاجه الوحيده اللي هردها على حضرتك ان احنا عاملين تقرير بشغلنا كله في مجال الصحه والتعليم والتوظيف من 2011 لغايه النهارده وتم ختمه امبارح بشكل رسمي من وزاره التضامن. تمام. اللي هي مسؤوله عن شغلي واللي هي بتشرف عليه وانا هديهم نسخه من التقرير يعرضوه. تمام. في شغلي في كل المجالات غير ده، بس فرصه تكمل غير شنط رمضان ده، غير ان انا عندي تصريح رسمي من وزاره التربيه والتعليم ان انا هخش ابتدي في الترم اللي جاي
مع في 4 مدارس في منشأة ناصر، مدرسة خالد بن الوليد، علي بن أبي طالب، أبي بكر الصديق، جمال عبد الناصر، مع 1200 طالب. ده غير ان انتوا عندكم صور وفيديوهات ممكن تعرض الكلام ده كله، يعني الشغل بيتكلم عن نفسه. طيب استاذ بشير، انا اتمنى استاذه هبه، اتمنى الامر استاذه رشا، انا اسف انا غلطت يا استاذه رشا، عاوزين على ارض الواقع الناس تشوفه. تمام، تعالى حضرتك اتفضل وزورنا هتشوف الكلام على ارض الواقع، الشغل بيتكلم على نفسه على الارض. طيب استاذ بشير، سؤال اخير، وانا باخد وجهه نظرك، انا عارف ان انت مش على اي طرف، انا باخد وجهه نظرك صحفيا واعلاميا. النهارده في مؤسسه ايا كانت او في ناس ايا كانوا خدوا مكان او ان هم خدوا يعني خطوه ان هم يبنوا او ان هم يعملوا حاجه تنمويه خيريه، طبعا الحاجات دي محتاجه دعم، ادوا وعود معينه ان هم يعملوها خطه معينه، وطبعا بطبيعه الحال انت عارف بما ان هم مؤسسه غير هادفه للربح يعني لا يربحوا، بيعتمدوا على التبرعات. تمام. والجهود الذاتيه، ما قدروش ان هم يبقى عندهم الفاندنج او الدعم المادي الكافي ان هم يقدروا يكملوا هذه الخطوات على نفس الجدول، بس هم برضو ماشيين على قد ما يقدروا، هل ده يعيبهم؟ يعني هل عشان احنا ما قدرناش ندي فيلا ادينا اوضه يبقى ده معناها ان احنا لا ندي لا فيلا ولا اوضه؟ انا باخد وجهه نظرك مش بتاع، ولحد ما نقدر ندي الفيلا نبقى ندي الفيلا، رايك ايه في الكلام ده؟ لا لا، على الاطلاق الامر مش مرتبط ان هم يقدروا ايه او يعملوا ايه او معاهم او معاهمش او اللي عندنا نقدمه، الامر مرتبط انا ممكن انا كمؤسسه ايه اللي هقدر اقدمه بامكانياتي البسيطه، المهم ان انا اقدم حاجه وتكون حاجه واقعيه وتكون حاجه على على ارض الواقع ويحتاج اليها الناس، ما تكونش في اتجاه مختلف الناس ما تنتفعش منه او ينتفع البعض، يعني شنطه رمضان شيء او شيء وهينتهي، صحيح هي مهمه ما نختلفش والناس محتاجه لها وخصوصا في هذا المكان، ولكن منشيه ناصر دي تركيبه اجتماعيه تحتاج الى 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 دوله. استاذ بشير انا مع حضرتك. تمام، نقطتك وصلت يا فندم، واكيد في الاول في الاخر هنتابع دوت بقى على مستوى الاحداث وعلى مستوى رد فعل محافظه القاهره، كنا نتمنى يكون معانا حد من المحافظه اكيد، ولكن الساعه 10 الصبح وبطبيعه الحال والحمد لله هم في جوله تفقديه، فدي حاجه اكيد مش هنقول لهم لا سيبوا الجوله وكلمونا، لكن اكيد هنتابع دوت معاك. بنشكرك يا فندم على المداخله، سمعتي الكلام وواضح ان هو ده الصوره بشكل او باخر اللي منقوله للمسؤولين اللي على اساسها هما بياخدوا هذه الخطوات. طيب انا عندي نقطتين حتى لو كنت بقولها غلط بس طيب. يعني واحد كون اسمع موضوع الاسم على فكره، لا خلاص ما جراش حاجه، كون ان وزاره التضامن تدينا تجدد لنا رخص جمع المال، هما ما بيعملوش ده غير مع المؤسسات اللي هما واثقين ومتاكدين ان هي بتشتغل، ده واحد. احنا الحمد لله وزاره التضامن امبارح سياده الوزيره بينت اظهرت لنا تعاطف شديد ومسانده شديده من ناحيتها لينا، ولان هي عارفه يعني احنا قدمنا تقرير والحمد لله في الوزاره اتكلموا علينا كويس والتقرير تم ختمه بشكل رسمي. تمام، الكلام ده مش هيتعمل لو احنا مؤسسه بتقدم شنط رمضان بس، شنط رمضان مش عيب، احنا كتير منا بياخد ان انت عادي ان انت تفتح الثلاجه وتلاقي اكل وشرب، في ناس كتير قوي في منشأة ناصر ده مش عندهم ولا عندهم حتى حمام، فحتى الناس اللي بتقدم لهم خدمات خيريه على عيني وراسي من فوق. انا مش دي الاستراتيجية بتاعتي، أنا مش عايزاهم، أنا نفسي بعد 5 سنين أو 10 سنين عزبة بقية الحتة اللي احنا بنشتغل فيها ما يبقوش محتاجين لي. طب أسألك سؤال بس، فكرة هل فعلا كانت مؤسسة نبني ادت جدول ادت وعود زي ما قالوا للمحافظ السابق واللي على أساسها تحمس إلى آخره، والمحافظة الحالية أو الإدارة الحالية إدارة الحي الحالية يعني شايفين إن بما إن الوعود دي لم تنفذ يبقى بالتالي أنتم مش ما تستحقوش هذا المقر؟ عايزين برضه نرد على هذا الكلام. انا اقول لحضرتك احنا كنا تقدمنا بطلب ان احنا تطوير شارع الاقصر. أيوة. تمام. أيوة. وتطوير بشكل محدد 73 بيت في شارع الاقصر، انا معايا بره الورقه اللي هي الرسميه اللي مش محدد فيها مده. تمام، فانا زي ما انا بشتغل في تطوير المباني. هل بداتوا طيب في موضوع بدانا المباني؟ عملنا اساسا 10 بيوت من المباني. بس زي ما هو مهم جدا ان انا اشتغل في تطوير المباني، مهم مين اللي عايشين في المباني، مهم النظافه الشخصيه بتاعت الولاد، مهم ان الناس اللي قاعده في المباني دي تبقى بتعرف تقرا وتكتب، ان هي يبقى عندها شغل وتقدر تعتمد على نفسها. تمام، يعني مهما كان في الاخر احنا الهدف تطوير البني ادم،
انا شغاله وعملت 10 بيوت بس برضو في اولويه لما وعلى الاقي الارض الموضوع بيختلف. على الارض بيختلف جدا يعني جدا. انا واثقه ان وزاره التربيه والتعليم بتعمل اللي هي عايزاه، بس لو مدرسه اللي هي تقدر علينا اسفه، لو مدرسه فيها 3600 طالب ابتدائي يعني وفي حوالي 33 فصل، هيعملوا ايه المدرسين؟ يعني نسبه الولاد اللي مش اللي يعني لما الاقي طفل في رابعه او خمسه ابتدائي مش عارف يكتب اسمه. طب فين الاولويه؟ دي مشكله كبيره طبعا. اسالك بشكل عام، هل انت شايفه ان الدوله والحكومه الحكومات بقى، ما احنا يعني في ثلاث سنين الحمد لله عدى علينا حكومات كثيره جدا ووجهات نظر كثيره جدا، ومنهم سنه تحديدا كانت حكومتين او حكومه واحده يعني باشكال مختلفه كانت الحقيقه ادائها ما يسرش. هل شايفه ان الدوله بتدعم الجهود الذاتيه، الجهود الاهليه، المؤسسات الخيريه، الشباب اللي بيحاولوا يعملوا ده؟ يعني انتوا شباب في الاول وفي الاخر وزيكم في كتير، شايفه ان هم بيدعموهم وبيسهلوا لهم دوت، ولا شايفه ايه من تجربتك اللي على الارض؟ انت واحده عايشه التجربه دي. طيب زي ما انت قلت، احنا بقالنا كذا يعني بقالنا فتره كذا حكومه اتغيرت، تمام؟ في ناس فعلا بيجوا بنيه صادقه عايزين يدعموا عايزين يساعدوا، زي دكتور عبد القوي خليفه. انا عارفه ان سياده رئيس الوزراء بيدعم مؤسسات فعلا، وامبارح قال كده وانت يعني وهم بيقولوا كده، فانا بصدق اللي بيتقال، تمام؟ في ناس بتحاول توقف، يعني رئيس الحي متعنت معانا بشكل ايه مصلحته تفتكر؟ ما عنديش فكره، يعني انا فعلا مش عارفه. واحد حضر حفله وشاف الشغل يطلع بعدها يقول انتوا ما بتشتغلوش. انا معايا الفيديو اللي هو حاضر فيه. فليه انت بتوقف شغل؟ ليه بتدي عنا تقارير غير صادقه لسياده المحافظ؟ تمام؟ بس في نفس الوقت هل الحمد لله وزاره التضامن بتدعم. ماشي، غير ان هو جه الحفله، هو لما حصلت الازمه ديت وخلال الايام اللي فاتت، تمام، وكان في اتهامات، وعلى فكره الاتهامات دي شفناها برضو في الاعلام واكتر من مره، ان المؤسسه عملت ايه، المؤسسه ما بتشتغلش، هل جه حد شاف ونجوم بعد صحفيين عندنا وصوروا لايف؟ لا، جه حد من الحي؟ لا، ما جاش، ما زرناش. طب تعالى شوف بعينك. امبارح في وكيل وزاره جه وشاف، ولما جه الصبح عندنا مقر، وكان الوقت بدري، تمام، الساعة كانت حوالي 10 إلا ربع 10 الصبح. جه دخل لقى القاعة كبيرة فيها المدرسين اللغة العربية اللي هيدرسوا الولاد اللي احنا هنبتدي معاهم مع الترم التاني، تمام؟ وهو جه بنفسه شاف ان المقر مفتوح والمتطوعين موجودين وبيشتغلوا، شاف ان في اطفال موجودة، شاف ان في امهات موجودة. انا لما يبقى عندي بنت عندها 7 8 سنين اول امبارح تسمع موضوع ان احنا هنمشي تقعد تعيط من نفسها، ما اصل انا اكيد مش هدي بنت عندها 7 8 سنين فلوس ولا هاجرها عشان تعيط، وما صورناهاش ولا اي حاجه، بس هي قعدت تعيط. اقول لها ايه؟ وصلت اعتقد الرساله. استاذه رشا بدران، المدير التنفيذي لمؤسسه نبني للتنميه الاجتماعيه والاقتصاديه، احنا بنشكرك، واكيد هنتابع اكيد هذا الملف، مش هنقف عند هذه الفقره، هنتابع وقتها هنكون موجودين بكاميرات، كل التطور هيحصل هنتابعه، لان اعتقد ان دي مسؤوليتنا ومسؤوليه اي حد بيدعم اي جهود للشباب. الشباب النهارده بيحاولوا ان هم يبنوا هذه البلد، وزي ما يعني المسؤولين دلوقتي بيقولوا ان مش كل حاجه هتعملها الحكومه لوحدها، طب احنا هو عايزين نساعد، فلما بنيجي نساعد غيرنا مش عايز يساعد. فاصل وهنرجع تاني.